بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان والأستوديو التحليلي لمباراة الناشئين. أهلا بحضراتكم في استاد الأشبال. النهاردة عندنا مباراة من العيار الثقيل، دائما وأبدا تمتاز بالندية، شباب الأهلي أمام شباب الإسماعيلي في الجولة الخامسة من بطولة دوري الجمهورية. قبل ما نروح نتكلم عن هذه المباراة وأبرز الأرقام والتفاصيل والإحصائيات، بنقول للكابتن محمود الخطيب كل سنة وانت طيب يا بيبو وعقبال مليون سنة. الكابتن محمود الخطيب بالنسبة لكل أهلاوي رمز كبير وأسطورة حقيقية، ربنا يمتعك بالصحة والعافية ودايما ناجح وعظيم. الكابتن محمود الخطيب نصف قرن في حب الأهلي. اللي سطر اسمه بحروف من ده، اللي اسمه تملي مربوط بالأدى، اللي سطر اسمه بحروف من ده، اللي اسمه تملي مربوط بالأدى، اللي لما نقول مهارة اسمه لازم يتذكر، اللي لو نذكر تاريخه كله لازم يفتكر، لازم يفتكر، لازم يفتكر، اللي شرف اسم بلده قبل ما يشرف نادي، اللي اخلاقه ومبادئه تملي تتكلم عليه، اللي شرف اسم بلده قبل ما يشرف نادي، اللي مشهور باحترامه من ايام ما كان لعيب، اللي حبه كل مصري هو محمود الخطيب. الخطيب وعيشوه يا محمود الخطيب. لو بره الملعب او جوه هو باخلاقه زي ما هو، دايما كل صفاته الحلوه بتبان في غيابه وفي حضوره، الموضوع مش لعب وكوره، ده معلم استاذ اسطوره، لمحبه في قلبنا محفوره، واسال على بيبو جمهوره. لو بره الملعب او جوه هو باخلاقه زي ما هو، دايما كل صفاته الحلوه بتبان في غيابه وفي حضوره، الموضوع مش لعب وكوره، ده معلم استاذ اسطوره، لمحبه في قلبنا محفوره، واسال على بيبو جمهوره، واسال على بيبو جمهوره. اللي شرف اسم بلده قبل ما يشرف نادي، اللي اخلاقه ومبادئه تملي تتكلم عليه، اللي شرف اسم بلده قبل ما يشرف نادي، اللي اخلاقه ومبادئه تملي تتكلم عليه، اللي مشهور باحترامه من ايام ما كان لعيب، اللي حبه كل مصري هو محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب انا شخصيا شهادتي هتكون مجروحه فيه، لكن افضل عنوان نحطه للكابتن محمود الخطيب اللي هو اسطوره حقيقيه فعلا، نصف قرن في حب الاهلي. نروح بقى لمباراه الاسماعيلي النهارده في الجوله الخامسه في دوري شباب الجمهوريه. وزي ما بقول لحضراتكم دائما وابدا مباراه الاسماعيلي فيها نديه وفيها اثاره، خاصه كمان بعد مباراه الفريق الاول النادي الاهلي فاز فيها برباعيه، واداء كمان كان رائع من قبل الفريق الاول. امبارح كمان في ملاعب الناشئين مدينه نصر مواليد 2006 فازوا على الاسماعيلي ايضا 3-2. فالنهارده فريق الشباب تحت 20 سنه مواليد 2001، هنشوف ايضا النهارده مباراه قويه من العيار الثقيل. نروح نشوف مع بعض يعني نتائج الجوله الرابعه في دوري الجمهوريه
الجوله اللي فاتت اللي تعادل فيها النادي الاهلي امام المقاولين العرب 1-1. هنستعرض مع حضراتكم نتائج مباراه الاسبوع الرابع من بطوله دوري الجمهوريه مواليد 2001. المقاولين والاهلي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1 وفوز فاركو 5-0 على كوكاكولا. وبالمناسبه فاركو ايضا من الفرق الثقيله في هذه المسابقه. فوز الاسماعيلي فاز في الجوله الرابعه على الاتحاد السكندري 1-0. فوز امبي على بيراميدز 4-2 والتعادل السلبي غزل المحله مع سيراميكا 0-0 وفوز المقصه 1-0 على الشرقيه الدخان وفوز الجونه 3-0 على المصري وفوز طلائع الجيش على سموحه 1-0 وفوز الزمالك على البنك الاهلي 2-1. دي نتائج مباريات الاسبوع الرابع من بطوله دوري الجمهوريه. ايضا نروح نشوف مع بعض جدول ترتيب بطوله دوري الجمهوريه مواليد 2001. ترتيب البطولة وترتيب المسابقة، طلائع الجيش في المركز الأول لعب 4 مباريات فاز في الـ4 مباريات بـ 12 نقطة، النادي الأهلي في المركز الثاني بعد التعادل السابق أمام المقاولين العرب في المركز الثاني بـ 10 نقاط، فاركو أيضا في المركز الثالث متساوي مع الأهلي بـ 10 نقاط، الزمالك في المركز الرابع 10 نقاط، الإسماعيلي النهاردة اللي هيواجه النادي الأهلي في المركز الخامس برصيد 7 نقاط، وسموحة في المركز السادس برصيد 7 نقاط. الاتحاد السكندري في المركز السابع 7 نقاط وبيراميدز في المركز الثامن برصيد 6 نقاط والجونه في التاسع 6 نقاط والمقصه في المركز العاشر برصيد 6 نقاط والبنك الاهلي 11 في المركز ال 11 برصيد 6 نقاط والسيراميكا في المركز ال 12 5 نقاط. انبي في المركز ال 13 ودي مفاجاه ان انبي من القطاعات الناشئين القويه في المركز ال 13 برصيد 4 نقاط مقاولين المركز ال 14 3 نقاط غزل المحله ال 15 رصيد نقطه شرقيه الدخان ال 16 رصيد نقطه والمصري وكوكولا ليس لديهم اي نقاط في المركز ال 17 وال 18. نروح نشوف ايضا مع بعض جدول مباريات الاسبوع الخامس هذه الجوله من عمر مسابقه دوري 2001. النهارده هيواجه الاهلي الاسماعيلي في ملاعب الناشئين بمدينه نصر وبيراميدز امام المقاولون والاتحاد امام فاركو والبنك الاهلي امام طلائع الجيش وسموحه امام الجونه والمصري امام الشرقيه الدخان والمقصه امام غزل المحله وسيراميكا كليوباترا امام انبي والزمالك امام كوكاكولا. ده جدول مباريات الاسبوع الخامس. النهارده هيكون في مفاجاه حلوه لجمهور النادي الاهلي في هذه الجوله. طبعا زي ما احنا عارفين ان لائحه المسابقات في دوري الشباب بتسمح لثلاث لاعبين من مواليد 99 يكونوا موجودين وايضا 2 لاعبين من فوق السن. النهارده هيكون محمد محمود موجود مع فريق شباب النادي الاهلي، النهارده مباراه فرصه علشان محمد محمود اللي هو بيعشقه كل جمهور النادي الاهلي اللي بنقول له حمد لله على السلامه بعد غياب فتره طويله من الاصابه هيكون موجود النهارده، نتمنى له السلامه يظهر بشكل جيد وتكون مباراه اليوم النهارده فرصه كبيره لظهور محمد محمود بشكل جيد. نروح لفاصل وبعد الفاصل هنشوف محمد توفيق زميلنا من أرض الملعب وهنعرف منه آخر التفاصيل ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. نروح ونطير لملعب المباراة ملاعب الناشئين في مدينة نصر. نروح لزميلنا محمد توفيق نعرف منه آخر التفاصيل وآخر استعدادات الفريقين للقاء اليوم شباب الأهلي أمام شباب الإسماعيلي. مساء الفل يا توفيق وتفضل. مساء الخير كابتن اسامه، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يتجدد اللقاء وجوله جديده من جولات استاد الاشبال وقمه مباريات الاسبوع الخامس من دوري الجمهوريه مواليد 2001 مباراه الاهلي والاسماعيلي. يمكن الاجواء هنا اكثر من رائعه، درجه الحراره مناسبه جدا، يمكن الجو كويس ما فيهوش هواء، اعتقد كمان مع عرضيه الملعب هتكون الاجواء مهيئه ان شاء الله ان احنا نشوف مباراه كبيره تليق باسم الفريقين. يمكن كمان كابتن اسامه اجواء ان مباراه الاهلي والاسماعيلي وفوز النادي الاهلي الفريق الاول بـ4 أهداف مقابل لا شيء وكمان فوز 2006 بالامس على فريق النادي الاسماعيلي 3-2 يعني موجوده بشده هنا النهارده. يمكن خلينا اكلمك من بدايه الاجواء، يمكن مقابله الجهازين اكثر من رائعه. كابتن عطف عبد العزيز اول ما وصل هنا المدير الفني نادي الاسماعيلي اول ما وصل الاهلي هنا في مدينه نصر دور بالفعل على كابتن عمرو انور، ويمكن كان لقاء ودي جدا ما بين الجهازين واللاعبين. دي العلاقات اللي دايما بتسود ما بين النادي الاهلي وكل الانديه المصريه. يمكن كمان نادي الاسماعيلي النهارده بيستفيد من اللائحه المنظمه للمسابقه ان يبقى فيه 5 لاعبين موجودين فوق السن 3 99 وفي لاعبين من الفريق الاول او مواليد 97،
فده اللي باين في تشكيل جدا النادي الاسماعيلي. الخمسه موجودين النهارده. النادي الاهلي يمكن استعان بخدمات محمد محمود نجم الفريق الاول بالنادي الاهلي. يعني خليني اقول لك تشكيل الفريقين يا كابتن اسامه. كان النادي الاهلي بيبدا بمحمد اشرف كوتو، احمد نبيل كوكا، محمد سلامه، هاني عمرو حسنين، جلال فارس، اربعه في خط الظهر، اثنين ارتكاز، احمد اشرف، محمد فخري، قدامهم احمد غريب في الشمال، محمد محمود تحت راس الحربه، زياد طارق، ومحمد ياسر مهاجم وحيد. على الجانب الاخر يمكن النادي الاسماعيلي بادئ باحمد مصطفى حراسه المرمى، باك يمين محسن الحجف، عبد الله محمد، محمد طاهر اثنين مساكين، محمود البدري 29 ودوت من مواليد 99 واحد اللاعبين اللي شاركوا مع الاسماعيلي من موسمين في الفريق الاول. كمان في الارتكاز عبد الله السعيد، احمد ايمن مواليد 97 من لاعبي الفريق الاول، وامامهم مصطفى فارس ديفندر ثالث مواليد 97، وعلى اليمين نادر فرج ومحمود عبد الله الناس اللي استفادت من الكابتن اسامه مواليد 2000، وفي الهجوم مروان شوقي دوت مواليد 2000 برضه مهاجم وحيد، وكان احد اللاعبين السابقين بقطاع الناشئين هنا بالنادي الاهلي. زي ما قلت لحضرتك الاجواء اكثر من رائعه. يمكن النادي الاهلي مستعد بشكل اكثر من رائع بعد المباراه الاخيره امام المقاولون. يمكن ما كانش فيه توفيق شويه في المباراه خاصه في القرارات التحكيميه، والمباراه خلصت بالتعادل 1-1، لكن ان شاء الله النهارده الفريق يستعيد نغمه الانتصارات. يمكن الفريق عنده 10 نقط من 4 مباريات، الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراه وحيده امام المقاولون. ان شاء الله يستعيد نغمه الانتصارات النهارده ويرجع ثاني ويزاحم طلائع الجيش على المقدمه. على الجانب النادي الاخر النادي الاسماعيلي يمكن اخر مباراه فاز على الاتحاد السكندري في اخر دقائق المباراه، برده استعاد اكثر من رائع. اتكلمنا مع كابتن عاطف عبد العزيز المدير الفني للفريق، قال طبعا احنا عارفين حجم مباراه النادي الاهلي وعاملين حسابها واستعدينا بشكل كبير، ويمكن ده بان في التشكيله كابتن اسامه ان هو يعني مستعين بخمس لاعبين فوق السن النهارده عشان يكونوا موجودين في مباراه كبيره امام النادي الاهلي. كل الاجواء هنا تبشر ان شاء الله ان احنا هنشوف مباراه كبيره، وان شاء الله تستمر سلسله انتصارات الفريق النادي الاهلي من الفريق الاول لفريق 2006 والنهارده ان شاء الله فريق 2001 فريق الشباب. ان شاء الله نتمنى متعه وفوز النادي الاهلي، ويبقى النادي الاهلي دايما في المقدمه. كلمه ليك كابتن اسامه. بنشكرك شكرا جزيلا يا توفيق. اكيد ان شاء الله النهارده هتكون مباراه حلوه زي ما الاسماعيلي بيستعين بلاعبين وبيستخدم اللائحه فوق السن مواليد 97 ومواليد 99. ايضا النادي الاهلي النهارده بيستعين بلاعبين فوق السن، احمد نبيل كوكا مواليد 2001 تحت السن، لكن اللعيبه اللي بيستعين بها النادي الاهلي زياد طارق، محمد فخري، محمد محمود، اللي هتكون فرصه ليه النهارده مباراه اليوم علشان يجهز ويبدا يدخل فورمه المباريات. نروح لفاصل، وبعد الفاصل التحليل الفني مع نجوم التحليل الكبار كابتن محمد حشيش والدكتور احمد سامي. يدخل فريق الأهلي مواليد 2001 تحدي جديد اليوم ضمن رحلة طويلة نحو تحقيق لقب بطولة الجمهورية، حين يستضيف منافسه الإسماعيلي بملاعب النادي في مدينة نصر. ويسعى عمرو أنور المدير الفني ومعاونه أحمد عبد الظاهر وإيهاب خميس إلى تحقيق الفوز بهدف التقدم خطوة جديدة في صراع الصدارة المشتعل منذ البداية، بجانب العودة من جديد للانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية مع المقاولون 1-1. ويحتل فريق الأهلي مواليد 2001 المركز الثاني بعد خوض 4 مباريات جمع خلالها 10 نقاط من الفوز في 3 مباريات على حساب الشرقية للدخان بخماسية نظيفة وعلى غزل المحلة برباعية مقابل هدف، وعلى ام بي بثلاثية مقابل هدف، ثم التعادل مع المقاولون 1-1. وأحرز لاعبو الأهلي 13 هدفا ومني مرماهم ب3 أهداف فقط. ويصنف الهجوم الأحمر بأنه الأقوى حاليا في المسابقة، ويحتل الإسماعيلي قبل مواجهة اليوم المركز الخامس برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وخسارة، ونجح لاعبوه في تسجيل 7 أهداف ومني مرماهم ب3 أهداف فقط. يتصدر المسابقة حتى قبل بدء منافسات الجولة الخامسة طلائع الجيش الذي يواجه البنك الأهلي اليوم أيضا، حيث حقق العلامة الكاملة ب12 نقطة وأحرز لاعبوه 9 أهداف ومني مرماهم ب3 أهداف فقط. اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيوف استاد الاشبال نجم الاهلي الكبير كابتن محمد حشيش. منورنا كابتن حشيش. ازيك يا اسامه؟ كله زي الفل. كله 100 100 الحمد لله. ولاول مره معانا
نجم التحليل والارقام الدكتور احمد ثابت. منورنا يا دكتور ثابت. ده نور حضرتك يا كابتن اسامه، وسعيد بالتواجد مع حضرتك وكابتن محمد بالتاكيد يعني. اكيد. كابتن حشيش، ندخل على طول في التشكيل. تمام. النهارده ابرز اللي موجودين في التشكيل النهارده محمد محمود. طبعا. موجود النهارده، لاعب فوق السن، اللائحه بتسمح فرصه للتجهيز النهارده. يعني دي حاجة كويسة انه طبعا بيشترك، طبعا مفيش فرصة دلوقتي، لسه راجع من اصابة وكده بعد فترة، ان هو يبتدي يلعب برضو مع ال 2001 ومباراة قوية مع نادي الاسماعيلي، ياخد الاحساس الملعب ويتجهز ان شاء الله عشان برضو يطلع مع زمايله في الدرجة الأولى. شايف تشكيل النهاردة تشكيل كويس، في لعيبة طبعا 2002، وفي طبعا هو في لعيب واحد بس 2002 اللي هو جلال، والباقي طبعا من 2001. جلال ده الباك رايت. جلال باك رايت، لعيب كويس وبيلعب في اكثر حياة من مركز، يعني بيلعب باك رايت وبيلعب ديفندر وساعات بيلعب يعني مساكين، برغم ان هو قصير شويه انما بيجيد العاب الهوا. شايفين برضو كوكا بيلعب ناحيه الشمال، طرف كويس ناحيه الشمال، احمد غريب طبعا، محمد ياسر وزياد طارق، مجموعه احمد اشرف طبعا لعيب الحريف المهاري اللي طبعا بيلعب برضو في بعض الاوقات كصانع العاب، بيكمل مع الفراوده في الشق الهجومي. شايف تشكيله كويسه من الكابتن عمرو، وطبعا ملتزم زي ما احنا بنقول كل مره بطبعا الطريقه بتاعه الدرجه الاولى اللي هي 4-2-3-1، وان شاء الله يبقى في توفيق ان شاء الله النهارده في المباراه ان شاء الله. دكتور ثابت، عايز اعرف منك ابرز ارقام الفريقين قبل مواجهة اليوم النهاردة في الجولة الخامسة، ورأيك برضو في تشكيل النادي الأهلي النهاردة. الأول طبعا الأرقام، مشوار النادي الأهلي، النادي الأهلي كسب الشريال الدخان 5-0 أول ماتش، بعد كده كسب المحلة 4-1، بعد كده إنبي 3-1، وبعد كده تعادل. فالنادي الأهلي يعتبر كسب 3 ماتشات وتعادل ماتش، ما خسرش ولا مباراة من 4 مباريات. النادي الأهلي أقوى خط هجوم في الدوري ب 13 هدف. النادي الإسماعيلي بقى فريق برضو ترتيبه الخامس على الدوري، فريق محترم جدا، وأكيد مباراة هتكون صعبة. لعب 4 مباريات، كسب 2، اتعادل ماتش وخسر ماتش واحد من فاركو، فاركو اللي هو الحصان الاسود بتاع البطوله. فاركو على فكره من الفرق المميزه جدا. مميزه جدا وبتنافس. عامل مفاجات السنه دي. وبتنافس بشكل كويس. النادي الاسماعيلي يعتبر خامس اقوى خط هجوم، جابوا 7 اهداف، يعني يعتبر هجومنا اقوى 13 هم 7. استقبلنا اهداف احنا 3 وهم استقبلوا 3، فيعتبر على مستوى الدفاع في تساوي في مستوى الدفاع. نيجي بقى للتشكيل، انا شايف التشكيل رأيك في التشكيل بقى في اكتر من نقطه. اول نقطه، اهم نقطه النهارده، مشاركه محمد محمود. طبعا لحظه، ما احنا بنتكلم دي اهداف من مباراه الاهلي وانبي. تمام. محمد محمود طبعا النهارده مشاركته اكيد فايده للفريق الشباب، ان انت النهارده بتدعم بعنصر مهم جدا ولعيب مهم جدا، فايده لمحمد محمود نفسه ان هو بيجهز بدنيا، وفايده للفريق الاول النهارده لما محمد محمود بيجهز وبيظهر بشكل كويس، اعتقد ان هيتم، وده دور برضو التعاون الموجود ما بين كابتن سيد والجهاز الفني وكابتن سامي قمصان وكابتن عمرو انور وكابتن خالد بيبو، التعاون الموجود ما بين والدمج الموجود ما بين الفريق الاول وما بين قطاع الناشئين. الحاجه الثانيه، اللائحه بتسمح طبعا باتنين فوق السن، وبتسمح بثلاثه من مواليد 99 مواليد 2000. عندك محمد فخري مواليد 99 وزياد طارق مواليد 2000. نيجي بقى للتشكيل. ده الاحماء دلوقتي في ارض الملعب في ملاعب الناشئين مدينه نصر واحماء النادي الاهلي. انا شايف التشكيل النهارده كابتن عمرو انور طبعا اولا في خط الدفاع النهارده، في خط الدفاع بالكامل بتاع النادي الاهلي غايب. يعني خلي بالك كابتن حشيش من النقطه دي. النقطه دي مهمه جدا. ليه؟ لان احمد سيد عبد النبي الباك رايت الاساسي مش موجود. محمد فبيلعب جلال احمد. جلال ما شاء الله المباريات اللي فاتت ماشي بشكل كويس، ظهر بشكل مميز. ومحمد اشرف الباك ليفت مش موجود الاساسي، النهارده داخل مكانه احمد نبيل كوكا. الاثنين المساكين الاساسيين مش موجودين، سواء مغربي او ياسر، حمدي ياسر. الاثنين مغربي وحمدي ياسر، الاثنين مش موجودين، داخل النهارده مكانهم محمد سلامه وهاني عمرو. فنوعا ما ممكن يكون في ايه في حته الدفاع دي، ممكن تكون عقبه ده مغربي طبعا. مغربي طبعا لعيب عنده خبرات كتيره ومنتخبات وكده، هداف الفرقه ولعيب كويس، فبيدي ثلاث اهداف بيدي ثقه لخط الظهر كله الحقيقه في التغطيه، وبيجيد طبعا الكور العاليه. يعني اتمنى سلامه وهاني يقدروا العناصر يعني كويسه مع بعض يعني. العناصر كويسه بس فكره الانسجام الانسجام ما بين الاربعه، يعني احمد نبيل كوكا ده لاعب فريق اول، جلال ماشي بشكل كويس، الاثنين المساكين هاني لعب الماتش اللي فات برضه ماشي بشكل كويس، فكره الانسجام ما بين الاربعه. وحتى كمان احمد يعني بالتحديد الاثنين المساكين ايوه لازم يبقى في انسجام كامل مع بعض ومع حارس المرمى.
في كور كتير جدا جدا لازم يبقوا شايفين لهم رؤيه، كلموا بعض، عارفين لما بلعب جنب لاعب بلعب معاه فترات كبيره ببقى عارف تحركاته هيعمل ايه، هيسقط ازاي، في الكره دي هيبقى فين. فدي برضو يعني ان شاء الله. وحضرتك بتتكلم عن حراسه المرمى النهارده، محمد اشرف، كوتو، العده، حمزه علاء كان موجود وبينزل، لكن علشان دلوقتي الفريق الاول بيستعين بيه طبعا بعد اصابه الشناوي، موجود علي لطفي، موجود مصطفى الشوبير، ايضا حمزه علاء بيدخل طبعا. ده محمد محمود دلوقتي في عمليه الاحماء دلوقتي يا دكتور. النهارده كمان الخمسه اللي في وسط الملعب، كابتن عمرو انور بادئ بخمسه لعيبه كوره، مفيش واحد فيهم لعيب دستروير، يعني احمد اشرف لعيب حريف جدا، محمد فخري عنده الموهبه، محمد محمود موهوب طبعا، احمد سيد غريب وزياد طارق بنكهه هجوميه، لعيبه كوره كلهم، لعيبه كوره كلهم، فدي نوعا ما مفيش اللاعب اللي هو اللي هيغطيك. فالنهارده هتلعب، اعتقد ان كابتن عمرو انور هيبقى اسلوب لعب الاستحواذ، عايز يستحوذ على الكوره ويعمل اكبر عدد من التمريرات، وده اسلوب لعب النادي الاهلي، ولكن هي فيها نوع من المغامره في حته الدفاع شويه، لكن ان شاء الله تكون مغامره ايجابيه. تخيل هنا يا اسامه مصطفى ديانج اللي يعني دي النقطه بتكلم عليها، عشان كده انا زي ما احمد قال انا بتخيل ان الثلاثه سواء فخري او احمد اشرف او محمد محمود هيبقى فيه نوع من انواع تبادل المراكز في كتير من الاوقات، لان هم الثلاثه طريقه او ستايل واحد، فممكن على حسب موقف الكوره ممكن تلاقي محمد محمود بيلعب ديفندر في اوقات كثيره من المباراه، واحمد اشرف اللي هو بيكمل تحت الفراوده، محمد فخري برضو عنده الحته الهجوميه من ناحيه اليمين، فاعتقد ان هو سايب لهم حريه او لا مركزيه في الحته دي يعني. وكمان توظيفه لاحمد سيد غريب في مركز الجناح الايسر، احنا كنا بنشوف بيلعب دايما ناحيه اليمين. احمد سيد غريب المفروض بيوظفه جناح، هو فيرود مهاجم، فبيتوظف جناح، فانت لما بتوظفه جناح النهارده في بدايه الموسم جايب 3 اهداف، فدي برده دليل ان هو بيكمل جوه ال 18 اكتر جنب راس الحربه، خلي بالك احمد سيد غريب برده بيلعب جناح ناحيه اليمين تحت راس الحرب، بس عشان زياد طارق النهارده برده اشول وهو حطته اليمين، فاعتقد ان احمد سيد غريب هو اللي هيبقى ناحيه الشمال اللي هو قدام كوكا. احمد سيد غريب هيبقى قدام كوكا، وزياد طارق هو اللي هيبقى قدام جلال احمد. كابتن عطف عبد العزيز المدير الفني نادي الاسماعيلي، على فكره ممكن يكون برضو الكلام ده كله على الورق، ممكن تتفاجئ في يعني ممكن يبقى في نوع من انواع التمويه يعني صح. ممكن بعد كده ممكن لما يبدا المباراه تلاقي تغيير كبير في المراكز، ممكن احمد غريب ده تلاقينا اتنقل ناحيه اليمين صح. دخل جوه يعني هتلاقي في تغييرات. شايفين العلاقه كابتن عمرو انور مدير الفني نادي الاهلي والكابتن عطف عز المدير الفني لنادي الاسماعيلي، وده قبل المباراه ودائما وابدا. مباراه الاسماعيلي فيها نديه لكن بتجمعنا علاقه حب واحترام بنادي الاسماعيلي. وعلى فكره برضو كابتن عمرو وكابتن عاطف يعني اعتقد جيل واحد. وطبعا برضو لازم اتكلم عن عاطف عبد العزيز من اللعيبه اللي كانت جامده جدا في نادي الاسماعيلي، وكان من الجيل اللي احرز طبعا بطوله الدوري 91 92، وكان الحقيقه غايب عن الاسماعيلي بقاله سنتين، كان بيدرب في العروبه في سلطنه عمان، ورجع وكان بيشتكي لي امبارح من ان هو يعني مسك الفريق ما اختارش اللعيبه، اللعيبه كانت يعني موجوده موجوده في النادي بقى لها سنتين، يمكن كمان ما عندوش الا واحد بس، يمكن مروان اللي هو راس الحربه هو اللي بيتصعد الدرجه الاولى عنده، قال لي عندي طرف شمال كويس واثنين مساكين كويسين، نتيجه برضو الامكانيات اللي احنا عارفينها اللي كانت بتلاحق نادي الاسماعيلي خلال السنين اللي فاتت اثرت على قطاع الناشئين. وعايز اقول ان دي لو جينا بصينا النادي الاسماعيلي طول عمره نادي ولاد باللعيبه اللي على مستوى عالي جدا جدا، الحقيقه الفتره الاخرانيه اثر الكلام ده اثر على اسامه على الفريق الاول. الفريق الاول دلوقتي بيجيبوا الناس اللي جاهزه ما بيستنوش لعيبه الاسماعيلي. هو اللي كان بيميز الاسماعيلي ان هو ولاد، كان عنده قطاع ناشئين من اقوى القطاعات، عشان كنا دايما كده بنشوف الاسماعيلي ما شاء الله. يعني عايز اقول لك ان في 5 99 في الفريق الاول بس الحقيقه ما بيلعبوش. دكتور ثابت، واحنا شايفين العلاقه الجيده بين المديرين الفنيين قبل اللقاء، اكيد اللقاء الفريق الاول وفوز الاهلي بربعيه ممكن يلقي بظلاله النهارده، نشوف فيه حماس كبير. بس قبل ما اجاوب عايز اقول برضو تشكيل النادي الاهلي تاني مره تانيه في حراسه المرمى، محمد اشرف، كوتو، خط الظهر احمد نبيل، كوكا، سلامه، هاني، بكرايت، جلال، في وسط الملعب احمد اشرف ومحمد فخري ومحمد محمود، الخط الامامي زياد طارق، احمد سيد غريب، وفي الهجوم محمد ياسر. ده تشكيل النادي الاهلي اللي هيواجه الاسماعيلي النهارده في الجوله الخامسه. النهارده الاسماعيلي جاي عامل الف حساب للنادي الاهلي، بدليل ان هم جايبين 5 يعني مطعمين باثنين من الفريق فوق السن و3 من مواليد 99 و2000، فجايين عاملين حساب كبير جدا للنادي الاهلي.
في نقطة مهمة جدا برضو أنا شايفها يعني من أحد مميزات كابتن عمرو أنور مدرب النادي الأهلي وهي الضربات الثابتة، من أحسن المدربين اللي بتدرب لعيبة النادي الأهلي في الضربات الركنية. يعني أنا من متابعتي ليهم في المباريات النادي الأهلي جاب أهداف كتير من ضربات ركنية، بدليل محمد مغربي في الهداف بالتساوي، محمد مغربي اللي هو قلب الدفاع مع احمد سيد غريب الاثنين جايبين 3 اهداف، فلما يبقى قلب الدفاع بتاعك من الهدافين صحيح. يبقى في مدرب اكيد ليه بصمه في الضربات الركنيه بيكمل متنوعه الحقيقه متنوعه، يعني اكتر من تريكه كده بيعملها، سواء اذا كانت ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، حتى في الكورنر ما بيلعبش برده الكورنر اللي هو الطويل مره واحده، بيلعب برده الكره للخلف. يعني في تنويع في الكور الثابته اللي هي بتعتبر سلاح كبير يعني في احراز الاهداف. انا بشكركم شكرا جزيلا. نروح لملعب المباراة، لكن معانا النهاردة في التعليق المعلق المميز الكابتن محمد عفيفي، ونقابل حضراتكم إن شاء الله بين شوطي المباراة. كل التوفيق لشباب الأهلي في مواجهة الإسماعيلي اليوم.